أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي. مرحبا بكم، مرحبا بكم في حصتكم ولادنا تحت جناحنا. ولادنا تحت جناحنا حصة تجيب عن تساؤلاتكم. كاع الأولياء حابين بعض النصائح تساعدهم في التربية السليمة لأولادهم. اليوم موضوع مهم هو موضوع التأتأة، سي لو بيغيمون، يعني الطفل لما يبيغي وكامل. رايحين نكتشفوا مع أخصائيين واش هي هذه الحالة وكيفاش نقدروا نتفاداوها وكيفاش نقدروا نعالجوها. إذا ترافقني اليوم الدكتورة محرز عبد الله خان، متخصصها في علم النفس. تفضلي مدام، مرحبا بك. مرحبا بك مدام، شرفتينا شرفتينا. تفضلي تفضلي تفضلي. يرافقني السيد لابري نور الدين، مختص في علم التربية، 39 سنة. شكرا شكرا، مرحبا بك مرحبا بك. تفضل تفضل. شكرا لك. تفضل. ومعنا كذلك تجربة حية، سيد سيد علي، تفضل. مرحبا بك مرحبا بك، شرفتنا. تفضل 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 تفضل. ومعنا كذلك في كل حصة معنا طفل يجي يدير الواجبات المدرسية نتاعو. معنا اليوم محمد شمس الدين. أروح وليدي، تعال. واش راك وليدي؟ لاباس. سلمى العمو، واش راك؟ لاباس. تقرب ليح أنت، تحب القراية ولا ما تحبش؟ تحب تقراها؟ هيا برافو، لأن وجدنا لك دركا مكتب لهيك تروح دير فيه الواجبات تاعك يا أخي. هيا تفضل وليدي، يلا بالتوفيق. فوالا، وانتم كذلك يا أطفال هذا هو الوقت اللي تروحوا ديروا فيه الواجبات المدرسية تاعكم باش تنجحوا. مرحبا بكم مرحبا بكم. موضوع مهم موضوع مهم. الأولياء بالمرات أنا شخصيا عشتها لما كنت صغير، كانوا عندي زملاء في الدراسة وكامل كانت عندهم تأتأة وكامل، وناس يعني في معنا عايشين معنا وكامل. حبينا لو كان اليوم نتعرفوا على هذه الظاهرة هذه، وش هي التأتأة وكيفاش نقدروا، هل تعالج، نقدروا نتفاداوها، نقدروا باش نرجعوا الروح شوية للوالدين وكامل، ومن بعد نشوفوا مع السيلابري يعني التأتأة والآثار نتاعها على الدراسة. على الدراسة شيء مهم مهم جدا. سيدة عبد الخان، بما أنك أخصائية في علم النفس، ماذا بينا كنت فاهمين هذه التأتأة هذه وش هي؟ هل هي حالة مرضية، حالة مش مرضية، حالة لازم نخافوا منها ما نخافوش منها، هل تعالج لا تعالج؟ ماذا بينا وكنت تكلمينا على الموضوع هذا. تفضلي أستاذ. مجددا نلتقي في هذا الفضاء الإعلامي التربوي الثقافي، واللي نتشرف دائما بالحضور فيه لنتقاسم هذه اللحظات مع مشاهدينا الكرام والحضور الكريم ويزيد وكل طبعا بحضور أستاذي الفاضل سي نور الدين والضيف الكريم. إذا اليوم نتكلموا على التأتأة. التأتأة لو بيغيمون هو وشنو هو في الحقيقة؟ هو مشكل في الديبي تاع الكلام أو تدفق الكلام، ما راهوش مشكل كما تكلمنا في بالك مرات اخرى، ماهوش مشكل في اللغه، ماهوش مشكل في الصوت، ما عنده حتى علاقه مع تاخر الكلام ولا حاجه اخرى يعني. لا، لكنه مشكل هو من اضطرابات الكلام، لان قلنا كل ما يمس المنتوجيه اللغويه او الانتاج اللغوي او الانتاج الكلامي بشكل اعم، يعني الانتاج الكلامي هو من اضطرابات الكلام، ومن الاضطرابات الاكثر شيوعا، حيث أنها النسبة تاعها تكون من مثلا بشكل عام في الابتدائي 1.5%، 2 في الروضة حتى 2.5 إلى 3% من مجموع المجتمع العام. يعني كاين بزاف التأتأة، يعني عدد لبس به يعني، وكاين عدة أنواع تاعها، وأنواع ترافق الفرد حتى الكبر تاعو، وانواع اخرى من حسن الحظ انها تزول. نقولوا كاين اللي تظهر مثلا في عامين، هي نتكلموا عليها بشكل عام، عامين 5 سنين، هذه هي الفتره اللي تقدر تبان فيها التأتأة. هل تعالج؟ طبعا تعالج. نعم، يعني هذا من يعني نحب نفرح كل اللي راهم يعاني ومنها انها تعالج. دائما انا تاني فرحت، انا ما تبينا
إذا قلنا أنها تدفق الكلام يحتاج إلى ريتم. هذاك الريتم ومشكل تنفسي يا رمضان. هذاك الريتم يدخل فيه كما قلت التحكم في الهواء ليخرج ويصدر عن الرئتين. المشكل راهو يقع في هذا كما نقولوا لو دي بي. هذه الكلمه تاع دي بي هو مصطلح يعرفوه بزاف شبابنا في الانترنت. بالضبط تدفق. فنفس الشيء بالنسبه للكلام، كاين لو دي بي او تدفق الكلام. اذا عموما كاين ثلاث انواع تاع التأتأة. تأتأة الاختلاجيه تونيك اللي تكون مثلا الشخص المتأتئ يقول الكلمه يقطعها الى عده مقاطع صوتيه، وكاين كلونيك وكاين تونيكو كلونيك. كاين الاختلاجيه والانفجاريه. الانفجاريه هي مثلا الشخص المتأتئ مباشره تنفجر الكلمه، يعني يتنفس تخرج يقول الكلمه تخرج من عنده وكانها منفجره من بركان الكلمه. وكاين اللي يقعد يقطع فيها يعني يعاود إعادة الحرف الأول أو الفونام الأول عدة مرات. وكاين اختلاجية وانفجارية مع تونيكو كلونيك وين تكون يعني مترافقة في زوج، مرات يستعمل هذه ومرات يستعمل هذه. إذا كاين عدة أسباب، قلنا احنا الانتشار، قلنا العمر، قلنا وشنو هي عدة أسباب اللي تقدر تشكل عندنا أو تخلق عندنا تأتأة. كاين بالدرجة الأولى أسباب فيزيولوجية، يعني تتمركز في توظيف الجهاز النطق. يعني كاين مشكل قلنا جهاز النطق وهو الفم والحنجرة والأحبال الصوتية والرئتين، وما ننساوش كذلك المناطق القشرية المخية، المناطق العصبية، لأن الجهاز العصبي هو الجهاز المسيطر على كل الوظائف، هو اللي يسير ويراقب كل الوظائف الجسمية. إذا كاين في أي يعني أي واحد من هذه المناطق يصيبها خلل نصيبه كاين اضطراب معين، اضطراب كلامي معين. لكن كاين عدة اضطرابات كلامية من 4 إلى 5 سنين تختفي. كاين بزاف يعني اضطرابات كلامية بالضبط، خاصة عندما تلقى التشخيص المبكر وتلقى المرافقة. الان الحمد لله كاين الاورطوفونيين اللي هما الاخصائيين النفسانيين. يعني اغلب الحالات تعالج مشاكل الكلام. اغلب الحالات تعالج، اغلب الحالات تعالج تاع التأتأة. رايش مشكل بكري كنا نشوفوا ناس حتى تكبر وهي ترافق. انا دركا يغيضني الحال كي نشوف واحد متأتئ وكبير في العمر وقاعد يتأتأ، يعني ان با ايتي بري اون شارج، ما تكفلوش به. وحتى انهم تلقاهم اطارات وتلقاهم ناس حتى في المجال النفسي، يعني الناس في يعني عارفين بالعلاجات لكن بلك ما عندوش شجاعة أنه يتعالج. كي أو كي يكبر يعالج تاني ولا كي يكبر؟ لا، هو العلاج صعب. في الصغر أحسن. أحسن أحسن كل أحسن. العلاج النفسي أو أي علاج تمارين من بعد فيه تمارين وتقنيات متكررة ومتعبة وينقص ما يبراش 100% ولكن ينقص من التأتأة إلى درجة أنه ما تعودش تبان التأتأة عنده، لأنه هذه التقنيات تعلمه كيفاش يسيطر. نعم. كيفاش يتحكم في التدفق الكلامي، هي كلها الدور حول تعلم له السيطرة في التدفق الكلامي. آليات منها مثلا الشمعة اللي نقوله مثلا يبدأ ينفس على الشمعة، ينفس حتى يتحكم في التنفس تاعه. كان عدة آليات منها لازم كذلك 3 سنين و5 سنين لازم. هذاك هو الوقت الأولي، يعني العمر اللي راح يكون فيه بزاف العلاج بعد التشخيص وبعد، هو العمر تاع الابتدائي يكون فيه، يعني هذا يعني أحسن راح يكون فيه. وعلاش؟ لأنه مثلا عندما تكبر معانا التأتأة وتروح حتى للمراهقة راح تولي تجيب لنا مشاكل نفسية أخرى. هذيك وين مثلا أنا كأخصائية عيادية في القاعدية، يعني هنا وين راح تشكل لي خطر، يعني لأنه راح تولي تجيب الخجل، قلة الثقة في النفس، عدة أشياء. هنا رانا نتكلموا على التأتأة الولادية اللي تظهر منذ الولادة واللي تكون قادر تكون عندها أسباب فيزيولوجية، يعني توظيف النطق عنده أو توظيف الكلامي بشكل عام. كاين يعني أسباب تشريحية عضوية،
ولهذا لوغيل توجور يخدم مع لوغتوفونيست باش نشوفوا والنورولوج وكاع يخدموا مع بعضهم سونيكيب وحده. الان العلاجات الانجح هي العلاجات التكامليه اللي يكونوا فيها عده اختصاصات، على بها تلقى مثلا مصحه فيها عده اختصاصات، البسيكولوج والبيدياتر ولوغتوفونيست والنورولوج والنوروبيدياتر كاع مع بعضهم، لانه الحاله لازم ينظر اليها من جوانب عده، لان جسم الانسان هو وحده متكامله. اذا هادو هما اللي راهم ينجحوا. والعلاجات كاين عده علاجات وتقنيات اورطوفونيه نفسيه ونعززوا فيها ونسقموا فيها التدفق. اذ وكاين نتكلموا على الاسباب، تكلمنا على الفيزيولوجي والعضوي ونتكلموا على التربوي كذلك، لانه مثلا الطفل ياسس حياته الاجتماعيه او التفاعل النفسي والاجتماعي كله على اساس تقليد. إذا يكون يشوف واحد في الأسرة ولا متأتئ هو يبان له هذاك هو المرجع، هذاك هو النموذج، لازم يعود يتكلم هكذاك. يعني صعب صعب صعب. إذن بالنسبة ليه راح يقلده. وللأسف يعني كذلك نلاحظوا أنه التسلط الوالدي الكبير يعني من طرف الأم ولا الأب، أو الأساليب التربوية الردعية والتعسفية اللي ما تخليش أنه الطفل يعبر، ما يكسيروزيش بار اكزومبل المكنونات تاعو لداخل، ما يخرجش واش راهو عنده لداخل، هذه كذلك تقدر تؤدي الى ظهور التأتأة. رغم انه وكاين هناك انواع تاع التأتأة كذلك اللي يظهروا في الكبر جراء صدمه مثلا، كاين لي مثلا ما كانش متأتئ لكن جراء صدمة حادث صار قدامه ولا فقد عزيز ولا يقدر يشكل له تأتأة. وهي كلها يعني لازم الرجوع فيها إلى الأورطوفوني والأخصائي، والحمد لله كاين عدة علاجات الحمد لله الحمد والعلاج دائما راه في تطور مستمر. الحمد لله الحمد لله. شكرا شكرا أستاذة. سيد لابري نور الدين، لما تكلمت أستاذ مقبلة قال لك خاصة نحسوا باللي الطفل متأتئ في بداية الابتدائي وكامل، أنا نظن باللي يعني بلا ما نكون أخصائي بدون تطفل هذا يشكل عائق كبير يعني على الطفل، سواء في المشاركة في الدروس سواء حتى في بناية شخصيته، يعني على تحصيل المعلومات، على يعني مادا بيا إذا كان تعطينا تجربة حية إذا كان هذه الحالات هذه حصلت لكم، ماذا بينا وكنا تكلمنا عليها وكيفاش تعاملتوا معها يعني، وكيفاش كان الدور تاعكم الدور تاع الاولياء يعني كيفاش تفاديتوا كل الحالات سي يزيد هذه اللي ذكرناها من قبل وتاع اليوم تحصل في المدرسه، شيء طبيعي يعني هو امتداد بالضبط يعني امتداد للبيت، الطفل في البيت يعني يكون مصاب بها وثم يدخل الى المدرسه في وكاين اغلب الحالات تظهر في المدرسه، بالك لانه بالك في البيت ما كانش عندهم الوقت، ما كانش ما نهضرش على التأتأة لانه التأتأة كمان يعني هذا نطق يعني نطق ماشي كيما ضعف النظر ولا ولا قله السمع ولا، ولكن برك باش نتكلم على دور المدرسة في هذه الأشياء هذه اللي ممكن أنه كان المدرسات تساعد الأولياء في تشخيص بعض الحالات. في البداية سي يزيد في البداية عندي زوج ولا ثلاث أرقام نقولها للجمهور وللعائلات. هذه التأتأة شائعة في العالم في السن اللي ذكرته الدكتورة ثلاثة لخمس سنين حتى لخمسة ست سنين يعني أقصى شيء. قول لي شحال في أوروبا بل في العالم، في العالم شحال كاين واحد يصاب بالتأتأة في هذا المرحله هذه، ولكن التأتأة الخفيفه قبل ست سنين قالت لك ثلاث انواع كاين تأتأة التأتأة الخفيفه. 80% من الاطفال يصابون بالتأتأة ولكن التأتأة الخفيفه. كم منهم يعالج؟ 79% منهم يعالج، واحد فقط اللي يدوم تدوم مده العلاج يعني يطول يكون حالة خاصة. أما يعني هذا يعني ما يجي يوصل سنتين ثلاثة في الابتدائي إلا وتزول هذه التأتأة. باش نبينوا بأن هذه التأتأة ما راهش مرض أو عاهة خطيرة تخوف الأولياء، ولكن هي خطيرة إذا كان أولا برون لا ليجير باسكو أنا وي إذا إذا اكتشفناها وخذيناها بعين الاعتبار وشفنا الاورطوبيديست وبيان سور الاورطوبيديست يعني الدور تاعو مهم جدا، يعني لازم الاولياء يعرفوا باللي هذه حاله لازم تاخذها بعين الاعتبار. لابد ان تعالج. نرجع للمدرسه
ففي المدرسه هذه النسبه منها نسبه منها توصل للتلميذ عندنا يتاتي. واش يصرى للتلميذ هذا؟ اكيد كما تفضلت ان التأتأة هذه ستؤثر على المدرسة تاعو. لماذا؟ لان التلميذ هذا يحس بواحد الخجل، بواحد النقص، مركب نقص امام زملائه، ينزاوي، ما يشاركش، يعود يخاف يهضر. نعم، ما يشاركش، يخاف يهضر، ما يشارك. هذا بالوقت شويه يؤثر نوعا ما على مدرسته، هذا ثابت. لكن في المدرسه لا تبقى مكتوفه الايدي امام هذه الوضعيه. وكذلك واش يصرى له التلميذ هذا، الشيء معروف هذا، يولي موضوع استهزاء زملائه ويضحكوا عليه. بالضبط، كل ما تكلم، كل ما يتلعثم او يتاتي الا وتلقى زوج ثلاثه يضحكوا عليه، يضحكوا عليه، وهذا يمس ويأثر عليه. هذه الظواهر اللي يعيشها التلميذ هذا واللي نعيشوها احنا في المدرسه. لكن التلميذ وين لازم نرافقوه، خاصة نرافقوه باش نساعدوه في المدرسة لتجاوز هذه المحنة اونتر جيمي، إن كانت محنة، يعني هذا المشكلة نسموها. هو عند القراءة، هذا هو المشكل. عند القراءة تعرف لابد التلميذ لازم يقرأ، لازم الأستاذ يكون عنده، كان واحد الطرق بيداغوجية يقراوها، يتعلموها المعلمين والأساتذة، يلزم يستعمل معاه طريقة خاصة، يعطي له الوقت اللازم. لما يتعثر ما يقولش في مكانه، خاطرش بالضبط يخليه يقول. نعم، خليه يعاود، خليه يطول، خليه يكرر، كما تفضلت الدكتوره، كاين النوع تاع تكرار الحرف هذاك او اطالته، خليه من بعد قول له عاود وكذا، يعني تعطي له فرصه بكل راحه وبكل هدوء، ديروا في واحد الوضعيه هادئه به القراءه باش يقرا. لابد ان يقرا كثيرا في القسم. عجبتهم تعطيه الوقت في القراءة، عند الأجوبة نتاعو. نعم، بالضبط، عند الأجوبة، على بالك المعلم راه يسأل. بالضبط، كل المعلمين في كل مواد عندهم أسئلة وينتظروا الأجوبة من التلاميذ. ولا لازم دائما يدير في باله هذاك المتأتئ، ما لازمش يلقي سؤال ويخلي التلاميذ يجاوبوا هكذا بطريقة فوضوية، لابد من رفع اليد. لماذا؟ حتى أعطي الفرصة لهذا المتأتئ، نعطي له الفرصة ونخلي له الحرية. لما يرفد يده معناه راهو باغي يتكلم، اختار باش يهضر. يعطيك الصحة، إذا نعطي له الفرصة هو، لأنه هو قلما يرفع اليد نتاعو، قلما، ولكن كلما رفع يده معناه راهي عنده الجرأة، راهو حاول باش يتكلم. نقول لهم اسمعوا كلكم وخليه يتكلم. بهذه الطرق إذا كان المعلم يرافق هذا المتأتي بهذه الطرق، وكان طرق أخرى، فيتجاوز هذه المشكلة بسهولة كبيرة. عندنا حاجة أخرى كذلك نجمو نقولوها حول هذا التلميذ، كان نقطة ربما وأكتفي. هو كان بعض المعلمين يطلعوا التلاميذ للسبورة. بالضبط، عشناها كلها. قال يطلع السبورة، اشرح لي ولا اكتب لي ولا دير لي ولا حل لي هذا التمرين، يعني طلعوا للسبورة ولازم التلميذ يتكلم. بالضبط، كان المعلم اللي ما يخش بعين الاعتبار هذه الحالة ويطلعوا للسبورة حتى ولو ما كانش عارف مليح، ويطلعوا ويقول له انت طلع وانت راك ما راكش تشارك، يطلع للسبورة ويوضعوا في واحد موقف حرج، موقف حرج، ويزيدوا في العقدة هذيك، ويزيد ويولي كما سميناها عدم الإقبال على 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 الدراسة. هذا ما لازمش نحرجوا إلا دائما ويتفاهم معاه، يقول له لما تحب تشارك، لما تحب تطلع للسبورة، لما تحب تجاوب ارفع لي يدك وانا وياك رانا متفاهمين ونعطيك الكلمه. يديروا اون كونفيونس، يديروا اون كونفيونس. هذو سي دي ميثود بيداغوجيك تري بريسيز اللي لازم الاولياء المعلم يديرها بطبيعه الحال، وحتى الاولياء لازم يعرفوها في بعض المعاملات داخل البيت، في بعض المعاملات اللي خارجه عن لا كونسيديراسيون لو ماتر لا كونسيديراسيون فوالا لا كونسيديراسيون لا كونسيديراسيون يفو لو ليسي بارلي في لا ميزون في البيت. ما لازمش نوقفوه، ما لازمش نضحكوا عليه، ما لازمش نتكلموا، تعطي له الثقه في نفسه. هو راه يدير نص جمله وهو راه عارف بقيه الجمله، وانا نروح نقولها في مكان نقول خلاص انا فهمت شنو راك تقول. هيا هذه نو فو ليسي تعطي له الوقت، تتسناه كامل وكامل، هدؤوا جميل جميل. يعني هذا ما نستطيع ان نعمل نحن في المدرسه. جميل جميل جميل، شكرا شكرا شكرا.
سيد علي، مرحبا بك. مرحبا بك. ماذا بيا لو كان تكلمنا على التجربه الحيه تاعك اليوم. احنا في كل حصه نحبوا لو كان بعض الكلمات هكذا على تجربه حيه. تفضل. هذه تجربه انا عشتها، عشناها في العائله تاعنا. كانت عندنا طفله بنت اختي. ثاني عشت الحاله هذه وحسينا بها. الام نتاعها حسيت بها كانت في عمرها 3 سنين باش عرفت باللي بنتها ثقيله في النطق الكلمه. هي فاصون كيما تفضلت الاستاذه بنت 3 سنين و5 سنين تملي تبان باسكو يبدا الطفل يكتسب الكلام يحب يهضر كامل. هذاك الوقت يماها تفضلت باللي بنتها عندها بيغيمون في الكلام. داوها الاطباء نفسانيين و دي زورتوفونيست وكامل ايتو وجازت معاهم دارت دي سيونس عند اطباء وتحسنت الحاله تاعها مده واحد العام عام ونص. أوكي. اللي بدات تتحسن يعني قبل 5 سنين كانت تهضر. تحسنت 5 سنين تحسنت الحمد لله. وكي دخلت تقرا وكي دخلت دوكا الحمد لله كانت نورمال. اي نورمال والحمد لله. جميل جميل الحمد لله. جميل جميل. يعني تفضل. ربي يسجيها ربي يطول في عمرها. كان احصائيات انه 80% من التأتأة تصيب الذكور و20% فقط تصيب البنات. هذه باش يكون هذه الاحصائيات. صح ايوه. بالنسبه يعني الى كل 20% في 100 حاله تلقى 20 بنت و80 طفل. بالنسبه لكل اضطرابات الكلام صح. بالنسبه لكل اضطرابات الكلام هو ما هو معروف يعني احصائيا انها تصيب الذكور اكثر من الاناث. وهذا لا يمنع انها تصيب حتى الاناث. يعني كاين بيان سور الحالات كاينين حقيقه. انا عبرك هذا قد يرجعه. عمري ما شفت طفلات بقي قليل. صح انا كانت عندي جارتي كنت نعرفها يعني وكانت في حاله حاده يعني راشده خلاص هي كانت كبيرة وبولادها يتو وكانت حالة حادة يعني تجي من الصعب حتى العلاج يجي من الصعب شوية. صح. يعني البنت هذه اللي من حسن الحظ أنه مواليها واعيين وأنه أمها وأنه الدار والأقارب تاعها ما شاء الله واعيين ووقفوا معاها وجنبوها كل المشاكل اللي راح تجيها من بعد. يعني للأسف كاين الناس اللي ما يحظوش بهذه الفرصة. بالضبط بالضبط. اللي راهي هي حظت بها. الحمد لله. ربي الحمد لله. شكرا شكرا لكم البعض. إذا إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا من هذا الموضوع تاع التأتأة. إذا ما تخافوش ولكن التشخيص المبكر شنو ردوا بالكم على أولادكم بثلاث سنين وخمس سنين لازم يروحوا للأورتوفونيست والورال خذوهم عند الطبيب وهو يدبر راسه ولكن لازم ما تخليوش هذه الحالة هذه تفوت هذا السن هذا. إذا تقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الإنترنت ولادنا تحت جناحنا.com ولا صفحة الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. سلام. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا. نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا ولبلدنا. نحب الجري في كل مكان. حق اللعب يزيدنا فرحة وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان. لا مقبولة ولا مدلولة في العب تحيا بسلم مؤمن. نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان.